واحنا صغيرين كلهم لعيبه موهوبه، يعني بتتكلم برضو في عماد متعب، في حسام غالي، في هو كان شبيطه، في اساسا هو الناس دي. اه لا هو كان دماغه راجل مش طبيعيه. طبعا طبعا. فهو يعني اغلبيه الاجيال الموهوبه قوي كانت طالعه من تحت ايد الراجل دوت. فمصطفى يعني كان حظه حلو ان هو لحق مستر كروفر. يعني مين اكتر حد انت كنت متعلق بيه في النادي؟ ويعني وانا صغير ولا وانا كبير؟ لا وانت كبير، وهي مراحل. وانت كبير كمدرب ولا كلاعب؟ كلاعب كلاعب لا في كتير بصراحة، يعني ما غير ابو تريكة، لان كلنا متعلقين لا بابو طبعا تريكة. لا انا بتكلم على سني. لا ابو تريكة ده قصة صح، تانية. كلنا مش عارف ما تفهمش بص عمل لنا ايه. انا كان يعني وانت بتكلم شبيطة بتقول الناس اللعيبة لعيبة محترمة وكده. بص هقول لك حاجة، انا كنت عايز اعلق بس على الكلمة دي، ان احنا لما طلعنا احنا شفنا ابو تريكة ووائل جمعة وكابتن عماد النحاس وبركات. خلي بالك الناس دي كانت يعني بالنسبه لنا اللي احنا نشوفها كده دي حاجه كبيره قوي، وعلمونا حاجات كتير وشربنا منهم الاحترام والادب وكل حاجه بعيد عن الكوره كمان. يعني الحاجات الانسانيه من كابتن ابو تريكه والاحترام من كابتن وائل جمعه. فالناس دي بامانه يعني احنا انا واحد من الناس لعيب انا بشكرهم ان هم فرقوا في شخصيتي كتير، ان انا شفت يعني انا بحمد ربنا ان انا لعبت مع كابتن وائل جمعه وكابتن ابو تريكه ومع كل الناس دي. شخصيات بجد فرقت معانا شخصيات جميلة أوي جدا. لا وفرقت معانا على المستوى، انا على المستوى الشخصي اما تطلع بني ادم ملتزم وبني ادم بتشوف. خلي بالك اغلبيه اللعيبه الصغيره اللي بتطلع وفجاه بتلاقيه شاذ شويه عن الفريق، ان هو فجاه لقى نفسه نجم. يعني واحد ما كانش حد يعرفه خالص وفجأة لقى نفسه نجم، بالظبط. فتلاقي الدنيا بالنسبة له بتبقى صعبة. لكن لما انت تطلع بتتفرج على تواضع ابو تريكة بكل نجوميته دي، هو يعني هو في ناس يقول لك هو كده، هو كده هو كده، فعلا هو مش متواضع، هو بالظبط. ابو تريكة كده، ايوه هو الجمعة كده. كل الناس دي ما لما انت بقى صغير وطلع تشوف حجم نجوميته انت بتسمع قد عنه ايه، بتشوفه بتلاقيه ايه ده؟ وتلاقيه واحد عادي جدا معاك، وتلاقيه جاي صغير يجي طبطب عليك ويقول لك تعالى خد جزمه الكره دي خدها ليك البسها انت صغير مش عارف ايه، وتلاقيه مش عارف مين بيديك حاجه ويجي يقول لك نصيحه. لا الناس دي فعلا فرقت في اجيال بعديها، يعني بعد حتى كابتن ابو تريكه ما بطل، لا في اجيال اتعلمت منه كتير. هو وكابتن وائل جمعه وكابتن بركات، مش عايز انسى حد، وكابتن عماد كتير، النحاس وكل الناس، كله وسيد معوض، كل الناس كتير. ابو تريكه كان، احنا وقعدنا نتكلم ابو تريكه، خلي بالك ممكن نخلص لا لا ممكن نخلص ده الوقت. عشق، ده عشق عشق يعني كفايه احنا لما كنا دايما بقول الكلام ده عشان بس الناس تعرف ابو تريكه من جواه. طبعا لما كنا انت عارف احنا كنا عاملين بقى الحالات، اي حد عايز حاجه بنحاول ان احنا فاقول له مثلا في حاجه، في حد محتاج بنلم، خد كل الفلوس اللي في المحافظه. طب هتروح ازاي؟ هتصرف. ايوه دي لا حقيقه، والله دي حقيقه والله يا ابني العظيم. هتروح ازاي؟ هتصرف، انا مالكش دعوه، بس خد كل الفلوس. لا انسان على فحاجه خلق، وائل جمعه نموذج في الادب والاحترام، دي حقيقه. بتروح كل الناس تلاقيهم فاتحين مصاحف الصبح قبل يعني بصوا، مش عايز التمرين. انسى حسام غالي، يعني كابتن حسام غالي برضو ده بالنسبه لي انا. وغالي امبارح كنا عندنا دوره في الجونه، وبعدين قال لك، فانا ما كنتش عارف، واقف تحت مع كابتن حسام غالي، كان احنا لعبنا ماتشين احنا مع اسوان، وبعدين قعدنا في المدرجات بنستنى عشان تسليم الجوائز، وبعدين الحرس بيلعب الجونه. فبعد الماتش نزلت وقفت جنب كابتن حسام غالي، بس انا ما كنتش شايفه، انا كنت مديله دوره فمش شايفه. فوانا واقف كده فبين ده قال لك افضل حارس مرمى في البطوله احمد عادل عبد المنعم. فانا مبروك. صح، انت الله يعني يبارك فيك، ماشي، انت سبقتني، بس الف الله مبروك، يبارك فيك. تستاهل. فبلف كده لقيت كابتن حسام غالي، انا بقى ما شفتش الكاس ولا، قمت رايح حضنه وبايسه وعادي بقى مش مشكله الجايزه جميل دي. جميل، هو اهم شخصيه حاجه جميله، اسلم على كابتن حسام غالي، يعني شخصيه جميله، وحشني شخصيه جميله طبعا طبعا. كنت انا بقعد ايه ابص